اخيرا يا حبيبي خرجنا زي زمان لوحدنا. يلا بقى قول هاوي من اللي كنت بتهويه زمان عشان تثبتني. ايه رايك في المكان هنا؟ لو مش عاجبك ممكن نغيره على فكره. الله يا محمد، قول كمان كلامك الحلو ده، وحشني قوي. لا ده سؤال عادي على فكره، بقولك لو المكان مش عاجبك ممكن نروح اي مكان، اليوم بتاعك النهارده حياتي. لا 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 نغير ايه، المكان كويس قوي، احنا ما صدقنا نيجي في الزحمه دي وكمان نلاقي ركنه. بس ما كانش فيه داعي خالص اتخانق مع السايس يا محمد عشان 2 جنيه. ده سايس بارد، وانت عارفه كويس انا ما بحبش حد يضحك عليا. بونسوار مدام، بونسوار مسيو، معاكم متر طلعت النهارده في خدمتكم، نتمنى لكم عشاء سعيد ومعده حديد وعمر مديد. نعمل تاتش رومانتك كده، شمعه لذيذه في يا ساتر. معلش انا اسف، خلاص من غير شمعه انضف، من غير شمعه. اتفضل يا فندم. لا لا معلش مش عايز ميه، ميرسي. لا اصل انا اولموست فتحتها خلاص. لا معلش ميرسي. اوكي لا براحتك يا فندم. عارفه ان اليوم ده، لا حضرتك حبيبي بقول لحضرتك انا مش محتاج ميه، ما دي زي دي ميه عادي، ده حجم صغنون خالص. لا مش محتاجين اي احجام خالص، ميرسي جدا. الانسان في اليوم بيحتاج مش اقل من 8 كوبايات ميه علشان خاطر الجسم. دي معلومات مفيده جدا بس انا عارفها كلها على فكره، انا بقى غير كل البشر، جسمي مش بيحتاج ميه كتير خالص. يعني جسم حضرتك مختلف ازاي؟ يعني احنا كلنا مخلوقين من طين والطين يحب الميه. انت مخلوق من نار، انت عفريت. يا عفريت. المنيو لو سمحت فندم. من غير منيو ولا اي حاجه، احنا عندنا كل حاجه، كل حاجه. احنا بس هنصب شويه ميه حلوين هنا، حضرتك تشربي والبشره كده هتبقى فريش ولذيذه، تبتدي بقى تطلبي طلباتك وانت منطلقه ومنتعشه كده. هي منطلقه ومنتعشه من غير الميه، ممكن نطلب الاكل بقى؟ هو حضرتك مش هتحتاج ميه خالص خالص. حلو. حياتي تاكلي ايه بقى النهارده؟ عايزه اجيب لك كل اللي انت بتحبيه. انا اكل ايه بقى؟ اتفضل. ناكل ممكن ناخد 2 ميكس جريل، اوكي. وممكن كمان الباستا. الله حلو. بتموت في 2 باستا. لا ما تلاقيش. ايه ده؟ في فراخ ورز بالشعريه، اغرف لك؟ تغرف لي؟ انا معزوم عند خالتي، بقول لحضرتك احنا بنحب الباستا. لا ما هو انا مش والدتك، انا مالي تحب الباستا ما تحبهاش، انا ما انا ماليش فيه. هو انا خطيبتك؟ يعني انت دفعت لي مهر، جبت لي شبكه، عملت لي فرح في قاعه اللوتس، انا مالي؟ اليوم بتاعك وانا مش هعصب نفسي واحاول ابقى هادي جدا. يعني المفروض حضرتك وانت جاي النهارده في الطريق اخش انا على الشيف اجري يا شيف الحق الاستاذ اسمه ايه؟ محمد. استاذ محمد جاي لنا النهارده بيعمل، يحب الباستا قوي، اعمل له باستا يا شيف بليز عشان خاطري. بعدين هي الباستا بتتعمل على ايه؟ بتتعمل على الفحم، تتعمل في الميه، تتسلق، فبتحتاج ميه. فاحنا نفتح بقى الميه الجميله دي واجيب لك الباستا اللي انت بتحبها ونبقى كلنا مبسوطين اخر باستا. افتح بقى الميه الجميله. لا ايه رايك انا هبدا احب الرز، هات رز. هبز كده سم. لا مش قادر اتحمل، هفطس فعلا. انا مش قادر يا متر. اموري يا فندم. حضرتك في ايه؟ بقالنا ساعتين قاعدين، الاكل اتاخر جدا. ف فجعانين. لا مش فاهم، مش مدرك المشكله الحقيقه. هي مش محتاجه ادراك خالص حضرتك. رقم واحد، حضراتكم قفلتوا التكييف فجاه واحنا هنفطس. يا خبر ابيض. رقم اتنين، الاكل اتاخر قوي بدون مبرر حضرتك. لا سيبك من موضوع الاكل ده خالص، التكييف اتقفل معناه حر، والحر يعني عطش، ممكن حضرتك ممكن بشرتك تبقى جافه. يا نهار ابيض، ده انت بشرتك جافه خالص دلوقتي، وما تحبش برضه تشوف المدام وهي عرقانه والميك اب بتاعها سايح. بص بقى احنا ايه، نفتح ازازه الميه اللذيذه دي، نشرب شويه ميه علشان ننقذ الجوازه. يلا الحق الحق حضرتك، في واحد بيحتضر ورا محتاج بقى. افتح له ازازه الميه من فضلك، من فضلك افتح حاجه يا فندم على اللفته العظيمه دي. سعيد 3 ازاز ميه هنا عند الاستاذ على حساب الباشا. لا 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 سيبه، الأعمار بيد الله. ياه ده انت بشرتك جافة وقلبك حجر. أموري يا فندم. إيه اللي في الأكل ده؟ الأكل كله ملح حضرتك، ده ممكن يأذيني. عيب يا فندم تقول الملح بيأذيني، عيب. بص الملاحة حجمها قد إيه؟ شوف بص بص بالنسبة لحجمك دي تأذيك دي؟ معقولة؟ لا نسترجل بقى ونستحمل نبقى رجالة. إمبارح يا فندم في زبون لقى كلب في السلطة.
لا مش لحمة كلب يا فندم، لا كلب سليم كامل في السلطة، لكن الكلب على جنبه أكل السلطة لا اعترض ولا قال بم. ليه؟ عشان راجله بيستحمل، وعشان مفيش حد بيقول بم في أي حال من الأحوال. والراجل خد مكافئته وروح بكلب كيوت قوي للأولاد. مش تقول لي شوية ملح في السلطة؟ هذه الملح ده إيه؟ ها ملح ده يعني ريق ناشف، يعني تحتاج كده معاه شوية مية. عارف أنا ممكن أتغدى بفخدة حمار. حضرتك الحمار يحب المية برضو؟ أيوة، بس برضو مش هتفتح إزازة المية اللي معاك على جثتي لو فتحها. أنا مش فاهم بقى. لا لا بص حضرتك، أنا مش حضرتك الملح ده نازل زيادة من عند المحل، يعني كومبليمو مش هينزل على الفاتورة، مالكم فيه إيه؟ وحله سهل قوي، عطشان ملح ريقك ناشف شوية مية تبقى زي الفل. نعمل ده؟ لا ما تعملش ده، انا بجد لو قعدت اكتر من كده هرتكب جريمه. انا اسف جدا يا حياتي، هناكل في البيت نطلب احسن اكل في الدنيا. بقولك ايه هات لي الحساب، اتفضل هات لي الشيك، هدخل الحمام واخرج تكون جبت الشيك. حضرتك رايح الحمام؟ ايوه. اوكي خد بالك الميه هناك مقطوعه. ممكن افتح لك دي؟ هتحتاجها. نورتنا بجد يا فندم. متر اقوم يا فندم، ممكن استعين بيك؟ اتفضل. حضرتك حضرتك مكتوب هنا ايه؟ زجاجة. زجاجة؟ زجاجة ميها. زجاجة مية. لا ما انا اضفتها يا فندم. اضفتها؟ اضفتها على الفاتورة. انا قلتلك 127 مرة مش عايز مية. لا يا فندم انا حطيتها على الفاتورة. عارف ليه؟ ليه؟ انك هتاخدها معاك عشان هتعطش في السكة. ايه مش هعطش؟ والله يا فندم اقولك على حاجة. انت ممكن تزود مية في العربية عشان انت هتجيب وش سلندر لو سخنت. يبقى غرمت هنا وغرمت في العربية. يلا بينا. لا لا انا بحط في العربية مية خضرة. طب اقول لحضرتك على حاجة، احنا ممكن وانت ماشي في العربية تفتح ازازة المية وترش على المدام، ترش على بعض المية وتعملوا جو رومانسي ويا مجنون والحاجات دي، وانتوا محتاجين تقربوا من بعض الفترة دي ونرجع المية لمجاريها. ما بحبهاش وبخونها مع عز صديقتها. خيانة بتعوز مية برضو. وهطلقها واحنا مروحين. ارتحت؟ انا مش عارف حضرتك تعمل كده. مش عارف انت ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ازازة مية ولا حاجة. ابوس ايدك. اوعى ايدك فيها مية بقى. ابوس ايدك. مستقبلها يضيع. ارجوك. ممكن بقى افتح لك ازازة المية. والله يا فندم انا عملت كل اللي اقدر عليه. انا دفعته ضعف ثمن الفاتوره، حسبت له حاجات في الفاتوره هو ما طلبهاش اصلا وعدت عليه. دفعته 160 جنيه سيرفيس و30% ضريبه، لكن ما فتحش ازازه الميه.